على مصالح البلاد والعباد لتقيم سياج آمن للفترة الانتقالية وتقوم بتحصين هذه كل المخاطر والمغامرات. لكن بدلا من ذلك كانت تلك المحاولة هي الباب الذي دخلت منه الفتنة وخرجت كل الخلافات والاتهامات المخبأة من كل الأطراف من مكمنها. وهكذا نوشك أن نضع مصير بلادنا وشعبنا وثورتنا في مهب الريح. لقد كانت تجربتنا في الثورة ومن بعدها تجربة فريدة في كل جوانبها، وجاءت نتائجها محصلة للأمر الواقع وتوازن القوى في أوقات التفاوض، لكنها شكلت مصدر إلهام لكثير من شعوب العالم، خاصة بعد ما حدث لكثير من تجارب الانتقال التي سبقتنا في الإقليم. لقد دفع شعبنا ثمنا غاليا في هذه الثورة من أرواح ودماء أبنائه وبناته الذين عطروا ثراه بعطر الشهادة، وقدم المصابون والمفقودون تضحيات عظيمة. وكانت رحلة نضال طويلة في المعتقلات والسجون وبيوت الأشباح والمنافي والمهاجر ومعسكرات النزوح واللجوء. ولن نسامح أنفسنا أو يسامحنا التاريخ إن لم نحقق شعاراتها في الحرية والسلام والعدالة ونصل بالانتقال إلى نهاياته المرجوة. أبناء وبنات شعبنا الكريم، لقد انخرط خلال الفترة الماضية في سلسلة طويلة من اللقاءات والاجتماعات مع كل الأطراف ومن كل مكونات الثورة وأجهزة الانتقال ومؤساة الدولة بغرض فتح أبواب للحوار وإيجاد القواسم المشتركة بين الأطراف ومعالجة الخلافات. صللت أفعل ذلك من منطلق الإحساس بالمسؤولية التاريخية والأمانة التي وضعها شعبنا على كاهلنا أنا وزملائي في مؤسسات السلطة الانتقالية. وكنت طوال هذه الفترة أؤكد ما أريد تأكيده لكم اليوم، هذه الأزمة ليست وليدة اليوم ولم تهبط علينا من السماء ولم تفاجئنا البتة، بل سبق أن تطرقت إليها بالتشخيص المفصل في مبادرة الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الطريق إلى الأمام. جوهر هذه الأزمة التي لا يجب أن تضل أبصارنا عن النظر إليه هو تعذر الاتفاق على مشروع وطني متوافق عليه بين قوى الثورة والتغيير يحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وآمال شعبنا في الحرية والسلام والديمقراطية والعدالة. هذا التعذر يأتي نسبة الانقسامات عميقة وسط المدنيين وسط العسكريين وبين المدنيين والعسكريين. لذا فقد ظلت أردد بأن الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين، بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة. وهو صراع لست محايدا فيه أو وسيطا، موقفي بوضوح وصرامة هو الانحياز الكامل للانتقال المدني الديمقراطي ولإكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق شعاراتها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة. أبناء وبنات شعبنا الكريم، كما ذكرت لقد عقدت خلال الأيام الماضية سلسلة اجتماعات ولقاءات مع مكونات الفترة الانتقالية كافة، وأجريت معهم نقاشات مستفيضة حول ما يجب فعله في مقبل الأيام للخروج بالبلاد من المنعطف الحالي وتوجيه المسار صوب تحقيق قيادة ثورة ديسمبر المجيدة. المنهج الذي اتبعته هو البعد عن شخصنة القضايا وعن هوامشها والتركيز على القضايا الجوهرية التي يجب التوصل فيها لحلول تضمن تحصين الانتقال وتصحيح عثراته وتأمين وحدة البلاد وسلامتها وتوفير سبل العيش الكريم لشعبها العظيم. خلصت من هذه النقاشات إلى ضرورة النظر للمستقبل عوضا عن الغرق في تفاصيل الماضي. وقد تبقى أمامنا عامان فقط للوصول إلى عتبة الانتخابات التي يجب أن نبدأ الإعداد لها فورا ودون تأخير. خلاصة نقاشاتي مع أطراف الأزمة ألخصها في خارطة الطريق تبين خطوات الخروج من الأزمة
وتحويلها لفرصة يقتنمها شعبنا بما يعود عليه بالخير والاستقرار والنماء. واحد، ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد بين جميع الأطراف والتأمين على أن المخرج الوحيد هو الحوار الجاد والمسؤول حول القضايا التي تقسم قوى الانتقال. اثنين، العودة للعمل بجميع مؤسسات الانتقال على أن توضع الخلافات في مواضيعها الصحيحة، وأن تدار من مواقع أخرى وبأساليب أكثر نضجا والتزاما بالمسؤولية وببوصلة واحدة هي مصلحة هذا الشعب واستقراره وتطوره. ثلاثة، الاتفاق على أن قضايا مثل الإرهاب والمهددات القومية الداخلية وعلى الحدود أو من خارج الحدود لا يجب أن تخضع لأي نوع من التكهنات أو المزايدات أو الشكوك في النوايا. وما ضر بلادا أخرى هو عرض قضايا الأمن القومي في سوق مفتوحة للتجاذبات والأغراض العابرة. أربعة، الابتعاد عن اتخاذ قرارات وخطوات أحادية وعدم استغلال مؤسسات وأجهزة الدولة التي هي ملك لجميع السودانيين في الصراع السياسي. خمسة، مرجعيات التوافق بين مكونات السلطة الانتقالية هي الوثيقة الدستورية، وهي مرجعية يجب أن تحترم وتنفذ نصا وروحا، ويمكن مناقشة كل المواقف والقضايا استنادا على هذه المرجعية. ستة، التزاما بالوثيقة الدستورية فإن تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن هو التزام دستوري لا بد منه لتفكيك قبضة النظام القديم على أجهزة الدولة وثرواتها، وبالتالي هو هدف لا يجب التراجع عنه. لكن ليس هنالك ما يمنع مراجعة طرق ووسائل العمل وضمان حق الاستئناف وتحقيق العدالة. سبعة، يجب أن ننهي كل أنواع الشقاق بين مكونات الحرية والتغيير كافة لتوسيع قاعدة الانتقال، وكي تكون قادر على استيعاب كل قوى الثورة والتغيير. ثمانية، تظل العدالة الانتقالية هي الوسيلة الأمثل التي بموجبها تتحقق رغبات الضحايا وأسرهم دون إغفال الأسمان السياسية والمادية والقانونية التي يجب أن تدفع في سبيل ذلك. تسعة، مبادرة رئيس الوزراء الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الطريق إلى الأمام هي المنصة المتوافق عليها لتحصين الانتقال، وتعمل الآلية بجد لتقديم رؤى محددة في قضايا الانتقال التسعة التي حددتها المبادرة. عشرة، حصيلة هذه النقاشات ستترجم وتنفذ عبر توافق عريض على مجلس تشريعي واسع التمثيل يعبر عن تعدد وتنوع البلاد وعن قوة الثورة والتغيير، ويمثل حصن الثورة ومرجعيتها وجسمها الرغابي ومصدر قوانينها وتشريعاتها. هذه الخطوات سأشرف على تنفيذها مع جميع الأطراف، وسأسعى للفراغ منها في وقت وجيز، فبلادنا لا تحتمل مزيدا من الصراعات، وواجبنا أن نعمل جميعا لتحقيق غايات ثورة ديسمبر المجيدة دون إبطاء. أيها الشعب الكريم، إن محاولات نشر الأحاديث عن الفشل أو زرع الإحباط لم تعد سلعة تصلح في وقت استقر فيه سعر الصرف وتوفرت فيه الاحتياجات الضرورية وانتعشت فيه حركة الإنتاج والصادر. عانى شعبنا السوداني لعقود طويلة وغاب عن النهضة الاقتصادية رغم الإمكانات. اليوم نستطيع أن نؤكد بكل إطمئنان أن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية في تحسن، ورغم ذلك نفهم بوعي كامل أن الشعب السوداني هو الأقدر على قياس التحولات الإيجابية، فهو الذي يطأ الجمر وهو من يحصد ثمار التغيير. شعبنا الكريم، إن قضية شرق السودان قضية عادلة تجد جذورها في عقود الإهمال والتهميش التي تراكمت فجعلته أفقر بقاع البلاد
وهو أغناها مواردا وإمكانات. إن حكومة الفترة الانتقالية تضع على عاتقها مهمة إنهاء هذا التهميش وتنظر له بجدية وعزم. ظللت أعمل باستمرار على طرح منظور شامل للتعاطي مع الأزمة يعلو على تقاسم السلطة ويجيب على أسئلة التنمية المريحة التي تطرحها قضية الشرق. في هذا السياق فإنني أؤكد أن اتصالاتنا قد أثمرت الترتيب لمؤتمر عالمي يوفر التمويل اللازم لحزمة مشروعات تخاطب أبعاد التهميش الاقتصادي والاجتماعي الذي عانى منه الإقليم. لذا فإن علينا تجاوز الأزمة الحالية وبداية منظور جديد شامل لمعالجة هذه القضية. إنني أدعو كل قوى الشرق السياسية والاجتماعية لمائدة مستديرة توصل فيها لترتيبات عملية للتوافق حول القضايا التي أثارت الأزمة الحالية. كما أدعو أهلنا في الشرق لفتح الميناء والطرق واللجوء لحوار مباشر حتى لا يتضرر أمن البلاد وقوتها وسيادتها ولا تزيد من معاناة شعبنا الصابر الكريم. في الختام فإن رسالتنا لشعبنا أننا متمسكون باستكمال الانتقال المدني الديمقراطي وتسليم البلاد لحكومة منتخبة عبر انتخابات حرة ونزيهة في ظل نظام ديمقراطي، وهذه أمانة سنحرص على أن نؤديها على أفضل ما يكون ولن نفرط فيها ونحن في موقع المسؤولية. ورسالتنا لكل أطراف السلطة الانتقالية إن الأوطان لا تبنى بالحزازات الشخصية والانفعالات العابرة، بل تبنى باحترام القوانين والمؤسسية وتقديم التنازلات من أجل خلق أرضيات مشتركة مع الآخرين تمكننا من العمل معا لبناء الوطن وتحقيق الاستقرار. ورسالتنا لأنفسنا إن مهمة الحكومة الانتقالية هي تحويل الشعب السوداني من حالة الخوف والهلع والترقب خلال 30 سنة الماضية إلى حالة السكينة والاطمئنان والدخول في خطط المستقبل بإحساس عميق من الأمان والثقة. وهذا لن يكون إلا بمفارقة الاستبداد مرة واحدة وإلى الأبد والسعي نحو الديمقراطية ومتطلباتها برضا واقتناع. ولن نتهاون أو نستسلم لمحاولات إجهاض الفترة الانتقالية عبر الانقلابات أو الأعمال التخريبية. نحترم حق الجماهير في التعبير السلمي الديمقراطي، هو حق انتزعته الجماهير بنضالاتها المتواصلة، ونعمل على حمايته وتأمينه ومناقشة المطالب المطروحة بذهن مفتوح. نسعى لتوسيع قاعدة المشاركة وأن تتوحد كل قوى الثورة خلف الأهداف المعلنة وأن تكون بوصلتها هي شعارات وأهداف الثورة حتى وإن تعددت منابرها. كما نسعى لمراجعة وتجويد مؤسسات الانتقال لتكون ممثلة لكل السودانيين وقادرة على عكس رغباتهم وطموحاتهم. نحترم المؤسسة العسكرية والقوات النظامية الأخرى ونقدر دورها في حماية الوطن والمواطنين، ولا نحملها أوزار المحاولات الانقلابية وأوهام المغامرين. نعمل مع كل الشركاء ومؤسسات الانتقال لضمان الوصول لجيش قومي موحد بعقيدة عسكرية وطنية. سعينا لإصلاح القطاع الأمني والعسكري أحد أهدافه أن تصبح مؤهلة ومجهزة بالوسائل الحديثة لتأدية مهامها. نعمل على مراجعة أدائنا وتصحيح أخطائنا، ولا نتوقف عن التعلم من تجربتنا، تجارب الآخرين. فتجربة الانتقال صعبة ومعقدة، وواهم من يظن أنه يملك كل حساباتها ويرسم كل خطواتها بدقة. نمد يدنا لكل دول وشعوب العالم، خاصة التي دعمت الحكومة الانتقالية وبرامجها، شاكرين لهم الدعم المادي والسياسي والمعنوي. ونؤكد لهم إصرارنا على تحويل رصيد هذا الدعم لمصلحة بلادنا وشعبنا
حرية وديمقراطية وأمن واستقرار، ينعكس على كل المنطقة والإقليم. كما نؤكد لهم أن الشعب السوداني الذي قام بهذه الثورة العظيمة قادر على اجتياز كل المحن ليخرج منها أكثر قوة ومنعة وثبات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.